ما شاء الله هذا مكان عند مدخل سيب خميس، طريق لسيب خميس هؤلاء الإخوان ما شاء الله جمعوا نماذج من الحجارة، نماذج ميداليات البيع ما شاء الله مجموعة. السلام عليكم. عليكم السلام. الله ما شاء الله عندكم معرض جميل وكذا، أريدك تعطيني نبذة. هذا حرف. ما شاء الله هنا أيضا حرف تقليدية وكذا، كيف الناس تقبل إليها؟ تقبل يعني أنت وخفف المرة شيء. الحمد لله. جميل. هذا من صنع. إيه وحدك مسوي لنا هذا ما شاء الله. هذا من القعد. إيه من القعد هذا. هذا من القعد هذا طبيعي وتغسله ألف مرة ما يخوز. ما شاء الله شوف سبحان الله. هذا يد هذا صنعتنا ما ماكينة. أما إيه نعم جميل. هذا يبام السويك. اي نعم هي جميلة. فيها صاحبك انا زرتنا قبل شمس. نعم اي كذاك. صحيح. هذا وحدنا نسويه. ايه زين جميل. واشكال جميلة عندكم هنا اخرى ايضا. جميل. ما شاء الله. والحجارة هذه. هذا كل هنا من الجبل؟ من الجبل. نعم. قرون هذه أغنام ولا قرون هذاك أيضا؟ هذا قرون أغنام. أغنام ما شاء الله. هذا كان الكبش من خروف. جميل. وهذا كان الغنم. آه نعم ما شاء الله. أيوة. جزاك الله خير. وتسميات هذه لك تسميات معينة عندكم؟ هذا يكون احنا نسميه بالجبل اسم الجبل البوق. البوق انزين. أيوه. آه. وهذا كذلك اسم البوق. آه نعم. وعندك هذا. هذا الحصى. ايوه يوم ربك مخلوقه كذاك. شوف يعني. سبحان الله. نعم يوم هذا ما راح يذكر كم سنه. اي نعم هي كذاك. هذا يقول لك عنده ضره ولا شيء داخل بيتك علقها. نعم هي مرتبطه بحكايات بعد ما شاء الله. هذا متعلمينه من الشياء. زين جزاك الله خير افتني. وهذه له تسميات معينه. هذا لا هذا لو هذا حجر مشكل. نعم هذا حجر مشكل. جزاك الله خير بارك الله فيك. ان العلماء يقول هنا يعني من آلاف السنين. نعم كان بحر. هي كذاك. ايوه هي سرقت كذاك فعلا.